قال تعالى مبينا ضعفهم، قال وهم يخلقون، فكيف يكون المخلوق معبودا من دون الله؟ وقد بين عز وجل أن هؤلاء المخلوقين قد تشبثوا بالسراب، وقد تمسكوا بأضعف الأشياء. ما هي؟ قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. أكمل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم ذكر البراهين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ولذا قال وهم يخلقون،